هو المشكلة الآن مو بس في الأئمة، حتى في بعض المأمومين، يعني الآن يرون أن القنوت أفضل من قراءة القرآن، موعظة الله. يعني تجدهم في قراءة القرآن ما يهتمون، فإذا جاء في القنوت يركزون مرة، تجدهم في القنوت يتدبرون، وتجدهم في الصلاة ما يتدبرون القرآن، تجدهم يبكون في القنوت، يبكون بكاء شديد، وتجدهم لا يبكون عندما يقرأ القرآن. وهذا والله يا إخواني من الأشياء التي يعني ينبغي لنا أن يعني نهتم فيها، ينبغي لنا أن نهتم فيها. أن الواحد يخجل على نفسه أنه يعني يبكي في القنوت ولا لا يبكي يبكي في القرآن. للقرآن الذي قال الله تعالى فيه: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا خروا سجدا سجدا وبكيا. وبكيا. وقال الله تعالى في القرآن: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يعني والله هذا خلل يا إخواني، خلل. الأمر الثاني أن بعض الأئمة يعطون شو اسمه القنوت من التلحين والتجويد مثل ما يعطون القرآن أو أزود، هذا أيضا والله أنا أشوف أنه ما هو جيد. الأمر الثالث الإطالة في القنوت، وهذا أيضا ليس بجيد، لأن الدعاء مكرور، لو تسمعه الآن تلقاه مكرر. الدعاء الأمر الرابع الذي يقلقني كثيرا أن الزهد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت. بعض الأئمة ما يجيبه، يروح يألف الدعاء من عنده. كيف الآن تختار لك دعاء وتترك دعاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الخامس الذي يعني أتمنى للأئمة يفطنوا له هو أنهم ما يتركون المأمومين ولهم أيضا يحمدون الله بعد الرفع من الركوع. من نبي الآن إذا رفعنا نقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما جئت، ما يخلونا نقول. هو اللي يبدأ الإمام: اللهم لك الحمد. ولا حتى الإمام الأئمة، يعني هذا واجب من واجبات الصلاة، مكن الأئمة يحمدون معك، ثم ابدأ في الدعاء.